أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمغرب الشقيق حكومة وشعبا في وفاة الطفل ريان والذي أثار على مستوى العالم شجبا إنسانيا وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية دعمها الكامل للمغرب الشقيق في هذا المصاب الأليم والذي عكس تضامنا إنسانيا عالميا. كان الطفل ريان البالغ من العمر خمس سنوات قد لفظ انفاسه الاخيره بعد خمسه ايام من سقوطه في بئر عميقه رغم الجهود المبذوله لانقاذه رايان طفل مغربي في الخامسة من عمره، خطف انظار وقلوب البشر حول العالم واحتل عناوين الاخبار. القصة بدأت يوم الثلاثاء الماضي عندما سقط الطفل المغربي الصغير ريان في بئر بقرية اغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون، مما استتبع عملية انقاذ ضخمة جذبت اهتمام العالم. وعلى الرغم من صعوبة عملية الانقاذ إلا أن الآمال ظلت قائمة لإخراجه حياً. حيث باشرت فرق الإنقاذ منذ الأربعاء عملية معقدة للوصول إلى الطفل، واجهتها عدة صعوبات أهمها طول البئر البالغ نحو 32 مترا، ومحيطه الذي لم يتجاوز 50 سنتيمترا في جزء كبير منه، بمرور الوقت كانت فرص ريان في الحياة تتناقص وجهود العمال تتزايد وسط مخاوف شديدة من انهيار البئر على الطفل الصغير، فكان عمال الإنقاذ في صراع شرس مع الزمن. الجهود تنوعت ما بين استخدام التكنولوجيا تاره واللجوء لحلول يدويه تاره اخرى بسبب حساسيه التربه المحيطه وخشيه تعرض ريان للاذى. صور الطفل الصغير حطمت قلوب البشر حول العالم ولاقت تفاعلا كبيرا حيث لم يكن هناك في الايام الماضيه صوت اعلى من صوت الدعاء لهذا الطفل الصغير. وبعد معاناه وصراع مع الزمن تمكن رجال الإنقاذ في نهاية المطاف من انتشال الطفل الصغير ولكنه كان للأسف جثة هامدة. قصة جاءت في وقت حساس أكدت أهمية التضامن الإنساني في مواجهة الكوارث.